اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده اكله امي من المطبخ الصيني، ونروح على سور الصين العظيم نشوف ايه الاشهر الاكلات، ونشوف الصين دي عايشه ازاي بالاكلات اللي بتاعتهم والفليفر. ما يسمعوش حاجه عن المسبك، طاجن باميه باللحمه الضاني لو شافوه يضربوا له تعظيم سلام. احنا ما نستغناش عنه، ولكن في تفاصيل في المطبخ الصيني للامانه بيعجبني، لانه دايما هيلثي، يعني الاكل بيكون مش مسبك، ما فيهوش زيوت كتيره، ما فيهوش سمنه كتيره، الحاجات اللي احنا عارفينها كلها. تعالوا مع بعض، هتعمل لنا ايه يا شيف النهارده؟ الفلسفه النهارده بتقول لك ان المطبخ الصيني يعني صويا صوص وزيت السمسم والوسابي صوص. التلاته دول موجودين شايفهم قدام عينيا، يبقى النيه هنا نيه مطبخ صيني، والطعم هيكون طعم صيني. طيب معايا لحمه مفرومه النهارده، فعايز اعرف الصينيين ازاي ياكلوا الميني حواوشي بتاعنا، الاكله الشعبيه بتاعتنا، الحواوشي صغير وكبير ايا كان باللحمه. احنا هنعمل النهارده الميني الحواوشي بالطريقه المصريه ولكن الطعم الصيني، عشان نشوف هنعمله مع بعض ازاي. معايا نودلز النهارده اللي هي الشعريه الرفيعه والشعريه العريضه، ده بتتصنع من الرز طبعا، هنعملها مع الخضار هيلسي، يعني تشكيله من الخضار من خير ارضنا، جزر، كوسه، بتنجان، انواع مع النودلز، لها تفاصيل هنشوف نعملها مع بعض ازاي. معايا كمان فراخ النهارده، ومعايا برتقان. يا برتقان يا ابن عم اليوستفندي، هنعمل البرتقان ده مافن بالدجاج ولكن بالطعم الصيني، برضو ليه تفاصيل جوه كده وفيها خبره طهويه، هنشوف هنعمله مع بعض ازاي. يعني عايز اقول لحضراتكم المطبخ النهارده صعب جدا للامانه وفي شغل كتير. ايه رايك حضراتكم نطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل نرجع نشوف تفاصيل للمطبخ الصيني بالطعم الصيني، ولكن صيني، ياباني، تايلاني، مكسيكي، هي مصر بالطعم المصري. تروحوا بعيد تاني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم مع الرؤية والفن والإبداع. لما بنقول رؤية وفن وإبداع ونذاكر، مش الفكر هنا يعني لازم، لا، لازم انك انت يبقى جواكي عزيمة انك تطوري من نفسك. لما يكون جواكي عزيمة تطوري من مطبخك، هتحولي فكرة لفكرتك انت. ده حاجة جديدة دي. طبعا ما التقليد انا ضده، يعني انت دايما ليه؟ عشان الفكرة تثبت جواكي. دايما علمونا في الانجليزي زمان يقولك عايز تحفظ كلمات انجليزي بسرعة، انطقها واكتبها. طب نطقتها وما كتبتهاش، عمرك ما هتحفظها. وانا والله حتى الاستاذ رحاب لما تقول لي مثلا قول جمله على الهوا ولا تديني اوردر بحاجه، لازم اكتبه كويس علشان بعد ما اكتبه خلاص لزق هنا. حلو الكلام بقى جوجل. تعالوا مع بعض نشوف ازاي نعمل الميني حواوشي بلحمه مفرومه ولكن بطعم مصري. المقادير على الشاشه. لحم مفروم ضاني، هناكلهم ضاني الصينيين دول. ومعانا العيش بتاعنا البلد الصغير ده، لقيته عند البيكري موجود معانا. ومعانا وساب الصوص، ومعانا صويا صوص وتوم، والمقادير على الشاشه لا تتعدى اصابع اليد العشره، ولكن الرؤيه والفن والابداع بصمات مصريه. تعالوا نشوفوا نعمله مع بعض ازاي. اول حاجه باخد 2 بيضه كده في المقادير. حلو تمام، ونحط عليهم يا عم الشيف. طيب حطينا توم على البيض، وهحط كمان معلقه صويا صوص. انا بعمل خلطه ايه يا شيف؟ الطنبوره. رايح على فين يا شيف؟ الطنبوره دي بقى البانيه بتاع الصينيين او اليابانيين عموما، الاثنين موصلين لبعض، المطبخ الصيني والمطبخ الياباني عامل زي الغرفه اللي هي الدبل روم كده، تلاقي باب مفتوح على باب. حلو، عشان نبقى عارفين الدنيا ماشيه ازاي. البيض مع الثوم مع الصويا صوص دول مع بعض. سنه شبت صغيره مع الطنبوره. حلو قوي. ايه يا عم الوسابي؟ تعرفوا الوسابي ده بيطلع من ايه يا اخوانا؟ بجد والله الفجل بتاعنا الابيض. بيخش بيتهدرك طبعا. ما تكتريش منه خالك، لانه سبايسي قوي على فكره. الخلطه دي كفايه ده، بس السبايسي بتاعه مش مضر. مش زي مثلا بتاكل شطه العاديه. ده فلفل اللي هو الفجل، بيخش طبعا في معامل ويطلع منه الوسابي باودر، زي الثوم الباودر والبصل الباودر والجنزبيل الباودر، كل ده الوسابي صوص بيطلع من الفجل الابيض. حلو الكلام. حطينا الوسابي مع البيض مع الصويا صوص مع التوم مع الشبت، كل ده مع بعضه. نحط معلقتين من زيت السمسم. حلو، ونقلب دول مع بعض واحده واحده كده، عشان فينا ايه تركايه. ونقلبهم كده.
النهارده انا بلعب، مفيش بقى محمر ومشمر والجو اللي احنا عارفينه ده خالص. معمل نقلب الخليط ده كويس. قبل ما احط عليه الدقيق والميه عشان تبقى خلطه الطنبوره والنشا، هعمل تركايه حلوه. هاخد اللحم المفروم بتاعنا ده كده اهو، ونحطه في الكسروله دي كده. ده لحم مفروم ضاني، دهون عاليه دهون قليله زي ما انت عايزه بقى. حلو الكلام. وناخد شويه خليط من اللي انا عملته ده. الله عليك يا ماشيف، الله عليك. خليط من اللي انا عملته ده. انا حطيت دقيق، هحط مع الدقيق نشا، بعمل خلطه الايه الطنبوره. دقيق ونشا. طب ليه حطيت نشا يا مغازي؟ عشان تبقى كريسبي، اسمع صوتها وانا باكلها. وناخد ميه ساقعه مثلجه، او نحط مياه غازيه، بس انا مش هحط مياه غازيه، هحط ميه ساقعه مثلجه. ونقلب الخليط ده كده. اوعى تحط خميره. تقليبه كده. دي الخلطه بتاعت الطنبوره. يلا 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 اهي. حلو كده، القوام طلع معايا اول مره. زي الفل. هنشوف قوامها دلوقتي. انا حاطط فيها قليل من الشبت، الشبت ده حرامي ملوش امان، بيسرق الطعم، فانا حاطط كميه قليله جدا عشان ما يحولش الموضوع لحله ورق عنب او طنجره ورق بتاع ده كرومب. خلي بالك. شفت القوام؟ يلا حبايبي المصورين، ده القوام بتاع الطنبوره. لازم يكون مع بعضه كده بالشكل ده كده. ده بيض، صويا صوص، زيت السمسم، توم، وسنه الشبت اللي انا حطيتها مع الدقيق والنشا. زي الفل. هنخليه على جنب ونشيل الحاجات دي من هنا. نيجي للحمه المفرومه اللي انا حطيت عليها شويه خليط من البدايه. اوعى تحط ملح. هشيل الحاجات دي من هنا. الملح هنا ملوش مكان بينا، ولا جبت سيرته من ساعه ما اشتغلت. هتعمل ايه يا عم الشيب بقى؟ حلو قوي. نمسك اللحمه المفرومه اللي احنا حطينا عليها خليط من اللي احنا حطيناه في البدايه، ونخلط اللحمه المفرومه بالخليط ده كده. ده بيكفي، ما تحطيش حاجه تاني بقى، لا توابل ولا اي حاجه. زيت سمسم جواها، صويا صوص جواها، بيض جواها. مع اللحمه المفرومه. المخرج بيسالني بيقول لي ممكن نعملها فراخ؟ ممكن نعملها بدل اللحمه فراخ عادي. بس انا حبيت اعملها ضاني عشان ادوق الصينيين الطعم الضاني. اكيد بيشوفونا دلوقتي لان الفضائيه المصريه متشافه في كل انحاء الكره الارضيه. حلو. هناخد اللحم ده كده ونجيب الميني حواوشي العيش الصغير ده كده ونشتغل مع بعض بقى. يلا اللهم صل على النبي. سكينه صغيره. المهم هناخد كده الميني حواوشي بتاعنا بسكينه صغيره ونشتغل زي ايه بقى اخواننا الحبايبنا اللي بيعملوا الحواوشي. اللهم صل على النبي. وكميه لحمه كده قليله اهو اهو، ونرجعها تاني هنا. حاضر. قد صفار البيضه. زي ما هي كده. وقفرتها كده في قلب الرغيف. دي ما فيهاش، خلي بالك، ما فيهاش بقى الحاج جو البيض في الحار والجو، لا حنينه شويه. حبيبي مدرسه، مدرسه الاخراج حبيبي. نقفلها ونخليهم على بعض. هتعمل فيهم ايه بعد كده يا شيف؟ ده الكلام بقى. دي هتنزل على خلطه الطنبوره، وبعد كده ناخد بعضينا ونروح عند الزيت. اللي تطلع من خلطه الطنبوره تنزل في قلب الزيت يا عم حسام. عجينه البيتزا يا اخوانا، انت كويس والله انت سالت السؤال في الوقت المناسب. انا شغال بعمل حله ورق عنب. ما ده يعني بالنسبه لي كاني بعمل محشي. مين حوش عشان اعمل لي 30 40 واحده بس كده افتح بهم الشهيه؟ يعني محتاج ان انا اعمل لي مخبز. حلو. المهم هتجيب 3 كوبايات دقيق، واحفظ المقادير اللي بقولها دي، ولما ترجع المدام تقولها لها بنفس الطريقه. 3 كوبايات دقيق، تحط عليهم ذره ملح صغيره، تركنهم على جنب. تجيب معلقه خميره فوريه وتعمل تيست على الخميره. فارت معاك لما تحط عليها معلقه سكر وميه، تبقى الخميره بامن وسلام. ما فارتش ومحلك سرك، تبقى الخميره دي واخده رطوبه وانتوا جايبينها بقى لها 3 شهور 4 شهور في البيت ومكسلين تعملوا بيتزا. اتكلم الصراحه، احنا بنجيب الخميره البيكنج باودر نركنهم من السنه للسنه، وفي رمضان نجيبهم وفي الاخر تقعد في قلب الادراج ما نستخدمهاش. المهم
انا بتكلم في حاجات لان بتحصل في الواقع، خلي بالكم احنا مش جايين من المريخ. المهم هناخد الخميره مع السكر بنقلبهم مع بعض. فارت الخميره وادتني الماده الرغويه اللي بتظهر على الوش. ناخد الخليط الخميره مع السكر ننزل بيه على الدقيق مع ربع كوب من الزيت مع كوبايه زبادي ونعجن العجينه بتاعتنا بايدينا لمده 5 دقائق. نسيبها تتخمر مرحله اولى، وبعد المرحله الاولى بنقصتها على حجم الصواني ونسيبها برده تتخمر في الصينيه مرحله تانية، وبعد كده نعمل التوبنج اللي احنا حابينه ايا كان، هو فراخ، لحمه، تشيز لافر، زي ما انت عايز. نعم نطلع فاصل يا شباب ولا انا معاكم؟ عينيا سيبوني اشتغل مع المينا حواوش لان بجد انا مطلوب مني اعمل لي 50 60 واحده. فخلينا نطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل مع مينا حواوشي بأياد مصريه ونعلمهم ازاي ياكلوا المينا الحواوشي بتاعنا، ولكن نرجع للطنبوره الخلطه اليابانيه الصينيه. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. محلك سرك يا ابو الشيف. الجميع في الصين، في اليابان، في كل محافظات مصر عايز يشوف المينا حواوشي بالطعم الصيني. اي نعم اخواننا في شبرا، في المناطق الشعبيه، بوجه لهم تحيه كبيره. الرغيف الحواوشي ده اساس، انا اصلا بعشقه وبحب اكله في شبرا، بيبقى طعمه حلو. ليه؟ حته شعبيه كده ومنطقه حلوه، ولاد بلد ولاد ناس، حلو الكلام. تعالوا شوفوا نعمله مع بعض ازاي. حواوشي لحمه مفرومه، ولكن خدت الفليفر اللي احنا شفناه وحطيناه في قلب العيش، ومعانا الخلطه بتاعه الطنبوره، ومعانا الزيت بتاعنا شديد البحراره، ونشتغل كده. والخلطه فيها سنه شبت. نمسك الرغيف كده ونستنى عليه لغايه لما كده يتلمع. اعمل ايه؟ انزل في الزيت. يا دلعك يا دلعك تاني. ينفع يا شيف بالحواوشي الكبيره؟ لا، لازم تكون صغيره كده. نرفعها كده بالراحه. نستنى عليها شوي. وتنزل في قلب الزيت. شفت في قلب الزيت عامله ازاي؟ الله عليك. وكميه اللحمه لازم تتحط بالشكل اللي انا شفناه مع بعض، كميه قليله تمسك في اللقمه، خلي بالك. ولازم اللقمه تكون طازه عشان اللحمه ما تسقطش منك في الزيت، تسيب اللقمه وتنزل، خلي بالك. ولازم ليه حاطط لها بيض؟ ليه خدت من الخلطه؟ عشان تثبت جوه اللقمه. الاولاد يحبوا الحاجات دي على فكره، دي حاجه جديده. هو بقى فاكر ان ماما عامله له بطاطس مقليه، عجه، كفته، لغايه لما ياكل كده يقابله بقى ايه؟ عيش ولحمه مفرومه. يا ماما ده بطعم الحواوشي. يا حبيب قلبي، شفت الشيف المغازي النهارده على القناه الاولى عمله بطريقه ولكن بالطعم الصيني. ننزل كده ونحمر. ما عندكيش القلايه اللي انا بحمر فيها دي كده، مش حجه، هتجيب طاسه تحطها على النار، تحط فيها شويه زيت، تشتغل زي ما انا شغال كده. تستخدمي شوكتين في الرفع كده والتحمير. نجيب طبق نطلع فيه اللي اتحمر معانا. جاهز معايا. نخلينا زي الجماعه الكبابجيه بقى، نحط ايه؟ ورقتين نعناع حلو كده، خلوا الطبق حلو. حاضر، عينيا. عايزنا نروح عند الفرن. الله، انت ابن حلال. الكب كيك او المافن بالدجاج في قلب البرتقانه، حلو قوي. الطبق ده جاهز، عايزين نطلع 3 4 حمرناهم بشكل حلو كده. حاجة جديدة وفكرة جديدة. وجبة عشاء بالليل، قاعدين كده مبسوطين، هتقومي تعملي الحاجة دي كده. العيش ده هتلاقيه في أي محل بتوع المخبز، البيكري. زي الفل. شايفة اللقمة طيب؟ مقرمشة. واللحمة مستوية جوه. لا يا بقى، هنفتح واحدة دلوقتي على الهوا. انت زعلان ليه؟ احنا مع بعض اهو، انت مش هتسيبني في حالي انا عارف. تعمل ايه يا شيف؟ بعمل حواوشي، ولازم الحواوشي احطه في ورقه فويل ولا ورقه زبده واشويه في الفرن خالص. جرب الطريقه دي وقولي رايك فيها.
مش كل يوم يعني، عشان برضه دي مقاليات خلي بالك. معايا مخرجنا الجميل اللي انا بعمله بطلعه جنبه. انا والله عايز احمر الكميه كلها، لان انا شخصيا هفطر منه دلوقتي مع كوبايه عصير برتقال من اللي جاهز عندي ده كده، واحلى فطار. خلي بالك ما تكتريش في القلايه عشان ما يلزقش في بعض، وما تحطيش واحده على الثانيه زي ما انا شغال كده. الموضوع عايز شويه ايه، هدوء. لان الافكار الجديده دي لازم واقفه عندها، ونرفع لها القبعه. حلو. كفايه دول خلاص، اخر واحد، اخر واحده. حاضر عيني. تعالوا مع بعض عشان نعمل حاجه تانية. معانا النودلز عايزين نعمله، بس خلاص زي الفل. واشيل ده كده، دول كفايه، بس عايز اعمل طبق حلو. تمام. هنخلي الطبق ده كده هنا، ونستأذن فريق الاعداد مقادير النودلز بالخضار بطريقه صحيه بسيطه وسهله على الشاشه عشان نشتغل فيها. دي مش هتاخد مني وقت كبير، عايز لها 5 دقايق بالظبط. ايه الحلاوه دي؟ بتصلي على الحبيب كده وقلبك يطيب، وتشوف المافن بتاعنا اللي في الفرن ايه اخباره. بص يا تمام. طيب هتطلع دول عينيا. لا ده تعبانين عليه، ده تعبانين عليه، ده مش عايز اقول لك. خلاص استوى. الله عليك يا عم الشيف. صور الصورة دي. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. دي مكانها هنا كده على ما تشوف الدنيا معانا ايه. حلو قوي. ميني حواوشي، الحشو لحم ضاني والطعم صيني ولكن بابداع مصر. في رؤيه، في فن، في ابداع. مين اللي بيقول؟ حضراتكم اللي بتقول. عملنا البرتقال مافن داخله من جوه هرم غذائي، اذا كان بروتين او كالسيوم او معادن. عملنا الميني حواوشي بتاعنا، الاكله الشعبيه اللي احنا ما عارفينها كلنا بناكلها، عملناها بطعم الصين النهارده ولكن بخفه ايادي مصريه. عملنا الطبق الصيني المشهور في الصين اللي هو النودلز مع الخضار، او في اليابان برضو بطعم صيني بطعم مصري، لان الخضار من الارض الطيبه مصر. رؤيه، فن، ابداع، بتشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماس بيرو. We'll be right back.